أهلا بكم من جديد. تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تستعد مملكة البحرين لاستضافة الدورة 18 من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والذي يأتي تحت شعار الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة، الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 من نوفمبر العام الجاري. ويقام مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بتنظيم ودعم من غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين اليونيدو. وستركز هذه الدورة التي تجمع تحت مظلتها أهم الجهات في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المستثمرين والاقتصاديين على تحفيز الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار الرقمي والثورة الصناعية. ويأتي هذا المؤتمر مشاهدينا بعد الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والذي أكد فيه جلالته على دور الثورة الصناعية الرابعة والريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي، وهذا بحد ذاته مؤشر على سرعة استجابة الفعاليات الاقتصادية المحلية وأيضا العربية إلى مضمون الخطاب السامي لجلالته. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين. مساء الخير دكتور هاشم، وبعد التحية، كيف سيتم توظيف محاور المؤتمر للحصول على مخرجات تتوافق مع الرؤية السامية؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدين تلفزيون البحرين. في الحقيقة رؤية جلالة الملكة السامية بالنسبة للبحرين للثورة الصناعية الرابعة أو الثورة الرقمية الأولى، أو نحن نتكلم الحين أيضا عن الثورة الصناعية الخامسة. الحقيقة المنظمة المتحدة للتنمية الصناعية هي دخلت في شراكة استراتيجية مع مملكة البحرين في أكثر من 20 سنة، وبدت مع البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك، وبالأخص رؤية جلالة الملك بإحصاء الدفة الاقتصادية للشباب وتمكين الشباب البحريني. ومن ذلك تمكن مكتب اليونيدو للاستثمار والتكنولوجيا عبر عدة مؤسسات ووزارات في مملكة البحرين، بدءا بوزارة المالية، الاقتصاد الوطني، وزارة الصناعة، تمكين بنك البحرين للتنمية، انه قامت بنموذج يطلق عليه النموذج البحريني لتمكين رواد الاعمال للشباب والمرأة. والحين هذا النموذج يطبق في اكثر من 52 دولة عبر العالم. من رؤية جلالة الملك تمكين الشباب البحريني انطلقت الى العالمية بدعم وتعاون مع اليونيدو. نحن الحين في ابواب الثورة الصناعية الرابعة او الثورة الرقمية الاولى، وهذا تحدي كبير جدا لمملكة البحرين وكل المنطقة العربية. دائما رؤية صاحب الجلالة الملك نافذة، ودائما تسبق الجميع في البحرين وفي المنطقة. هذه الرؤية النافذة لوضع البحرين في الإطار والقاعدة السليمة للدخول والولوج في الثورة الصناعية الرابعة. هذا يتطلب دعم من القطاع الخاص، المؤسسات المالية طبعا، والسلطة التنفيذية عبر الوزارات المختلفة. نحن نعمل مع اتحاد الغرف العربية للصناعة والزراعة والتجارة واتحاد المصارف العربية برؤية أكثر من سنتين، نتكلم في كيفية يكون عندنا إيكو سيستم موحد أو مناخ ملائم لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة العربية عبر النموذج البحريني. لذلك أعد أن يكون في تنظيم للمنتدى 18 لاتحاد الغرف العربية، هو مؤتمر المستثمرين العرب، ولأول مرة يعقد منتدى المستثمرين العرب تزامنا مع منتدى رواد الأعمال. يعني لأول مرة في المنطقة العربية، ونحن نتشرف ونفتخر أن مملكة البحرين هتكون هي الرائدة في الدول العربية أنه يكون هناك جمع بين المستثمرين ورواد الأعمال، وكان هذا الشيء مفقود في الماضي. لذلك
سوف يكون التنظيم متزامن مع منتدى المستثمرين ورواد الأعمال. نعم. لأنه نحن في البحرين وفي المنطقة العربية إن تكلمنا وتحدثنا عن من هو سوف يقود الدفة الاقتصادية، من سوف يقوم بالابتكار، من سوف يقوم بعمل مشاريع ابتكارية لا علاقة بالارتفيشال انتليجنس، لا علاقة بالابتكار في مجال كان التقنية، في مجال الاي تي، في مجال الطباعة الثلاثية. هم الشباب، هم رواد الأعمال المستقبل. لذلك تزامنا ومواكبة مع رؤية جلالة الملك في البرنامج الإصلاحي والرؤية الجديدة والهدف الجديد الأطلق جلالة الملك أن البحرين يجب أن تكون مستعدة، وطبعا المنطقة العربية ككل أن تكون مستعدة للثورة الصناعية الرابعة. طبعا ده من صميم اهتماماتنا. أكيد بالطبع دكتور هاشم حسين، هذه المواضيع والعديد من المواضيع ستطرح في هذه الفعالية. الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين، شكرا جزيلا لك. افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بحضور سعادة الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ملتقى وجائزة التميز للمرأة في قطاع النفط والغاز لواس 2019، وذلك ضمن مبادرات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات ميبك 2019 بهدف تعزيز التواصل وتحسين المعرفة وتمكين المرأة في المناصب القيادية في القطاع بمشاركة واسعة من القياديات في المؤسسات والشركات النفطية والصناعية والجهة الرسمية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة. وقد ثمن معالي الوزير عاليا الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة في استمرار احتضان فعاليات الملتقى من ضمن المبادرات الاستراتيجية لفعاليات ميبك، الأمر الذي يؤكد على ما وصلت إليه المرأة اليوم من تميز وإبداع وعطاء في مختلف القطاعات ولا سيما في قطاع الطاقة بشكل عام. ونحن في الحقيقة في سواء في الهيئة الوطنية للنفط والغاز أو في شركات مثل بابكو نأخذ على عاتقنا الاشتراك مع المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق أهدافها عن طريق عدد من اللجان، عن كذلك عن وضع أهداف محددة سواء في التوظيف، سواء مساهمة الشركة ومساهمة الهيئة ومساهمة الحكومة والقطاع الخاص كذلك، حيث أن هناك حاجة إلى أن تأخذ إلى الخطوة الثانية وهي توظيف المرأة كذلك في القطاعات التي لم نألف أن نرى المرأة فيها مثل قطاعات النفط والغاز والقطاعات الصناعية بصفة عامة. وهناك في الحقيقة الكثير الآن الموجود، ولكن نطمح إلى الأكثر حيث أن مساهمة المرأة في الحقيقة هي 50% من المجتمع، فنطمح إلى أن تكون النسب إن شاء الله متقاربة في المستقبل. ونتابع الآن مشاهدينا أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وإلى إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، فقد عاد مؤشر البحرين العام للصعود مرتفعا بنسبة 0.43% وبإقفال عند مستوى 1525 نقطة، حيث شهدت اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 5,748,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,582,000 دينار تم تنفيذها من خلال 88 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين اليوم في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما إغلاقات البورصات الخليجية مشاهدينا فقد شهدت ارتفاعا شبه جماعي، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.49% وأقفلت عند مستوى 7,500
و18 نقطة بدعم من ارتفاع قطاعي البنوك والمواد الأساسية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة 18 النقطة المئوية وأقفلت عند مستوى 6295 نقطة بدعم تقدم لقطاعي البنوك والخدمات المالية. سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت ارتفاعا بعشر النقطة المئوية مقفلة عند مستوى 5086 نقطة بفضل صعود أسهم قطاع البنوك. أما سوق دبي المالي فقد أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.06% وأقفلت عند مستوى 2825 نقطة، وذلك بسبب ارتفاع أسهم قطاعي البنوك وأيضا النقل. أخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط تراجعت في إقفال اليوم بنسبة 0.33% وأقفلت تداولاتها عند مستوى 4030 نقاط بتأثير من هبوط المؤشر المالي. شهد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد النهيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا شملت المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية، تستهدف تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك. وقدرت قيمة الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين بحوالي 1.3 مليار دولار. أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن القاهرة تتطلع لاستمرار علاقات التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج جديد، وذلك مع اقتراب نهاية قرض بقيمة 12 مليار دولار. وخلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التقى مدبولي بالمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. ونقل مدبولي لجورجيفا تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع صندوق خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. كبير المديرين التنفيذيين لرابطة ليبرا يعلن بأنه على ثقة من أن مشروع عملة فيسبوك سيجذب 100 عضو. وجه النائب العام الأمريكي 6 تهم لبنك خلق التابع للحكومة التركية تتعلق بالاحتيال للتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وبحسب الوزارة الأمريكية فإن البنك متورط بقضايا تهرب من العقوبات الأمريكية بمليارات الدولارات شملت عمليات غسيل للأموال لعائدات النفط الإيراني قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي وسط صمت من جانب المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كرشة. في الشأن الإيراني أيضا خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في إيران على خلفية العقوبات الأمريكية متوقعا أن ينكمش اقتصادها في عام 2019 الجاري بنسبة 9.5% بعدما كان توقع في أبريل انكماشا بنسبة 6%. وتعتبر توقعات صندوق للاقتصاد الإيراني أسوأ أداء منذ عام 1984 أو نحو 35 سنة. وقال الصندوق أن إيران اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة اقتصادية حادة، فقد تراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات ما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ أكثر من 35% هذا العام.
ونتابع الآن مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قال كبير المديرين التنفيذيين لرابطة ليبرا بيرتراند بيريز إنه على ثقة من أن مشروع عملة فيسبوك سوف يجذب 100 عضو وقت انطلاقها في العام المقبل. وأضاف بيريز أن الشركات وتشمل المؤسسات المصرفية والمالية سوف تجد مصلحتها في الالتحاق بمشروع عملة فيسبوك. وكانت العديد من الشركات وعلى رأسها ماستركارد وفيزا وإيباي قد أعلنت انسحابها من مشروع عملة فيسبوك الجديدة. وفي الوقت الحالي لا توجد بنوك ضمن رابطة ليبرا، ولكن بيريز يرى أن المشروع يضم شركات مساوية للشركات المدفوعات التي أعلنت انسحابها.